الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين. في هذا اليوم البهيج الذي يصادف اليوم العالمي للمعاق اللي هو يحتفل به العالم بأسره في الثالث من ذو جنبر من كل سنة، فجمعية سند كسائر جمعيات في العالم هي بدورها تحتفل بهذا اليوم مع أطفالها داخل الجمعية. ولا يسعني في هذا الملتقى إلا أن أشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه الأمسية، وكذلك الذي قدم لنا الدعم سواء ماديا أو معنويا من المحسنين ومن ذوي القلوب الأريحة الذي بفضلهم استطاعت الجمعية أن تحقق مجموعة من الأهداف النبيلة التي كانت تسعى من ورائها دائما. ونتمنى أن تبقى هذه الجمعية على هذه الاستمرارية رغم قصر المدة التي تأسست فيها، فهو حيز زمني بسيط إلا أنه زاخر بمجموعة من الأنشطة التربوية والخدماتية التي قدمت لهذه الفئة والتي تهم بالأهم، والأهم هو الدعم النفسي لهم ولأسرهم. ونسعى جاهدين أكثر في المزيد من نسعى أن نكون متألقين أكثر لكي نخطو بخطوات إيجابية وسريعة بهذه الجمعية حتى يشع صيتها داخل المنطقة وخارج المنطقة. وشكرا. ياسين عفراني، المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بخنيفرة. تخلي جمعية المجتمع المدني بإقليم خنيفرة ومن بينها جمعية سند اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه فرصة لكي نتمم المجهودات التي تقوم بها جمعية المجتمع المدني التي تشتغل في مجال الإعاقة من خلال جميع البرامج التي تدعم بها وتواكب بها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تثمين لدور المؤسسات العمومية وعلى رأسها القطب الاجتماعي من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مؤسسة التعاون الوطني، وكذلك وكالة التنمية الاجتماعية من خلال البرامج التي تدعم بها الجمعيات التي تشتغل في مجال الإعاقة بهدف حشد الإرادة المجتمعية لإذكاء الوعي لدى المواطنين بأهمية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأهمية مواكبتهم من أجل إدماجهم في المحيط الاجتماعي ديالهم، وكذلك فرصة من أجل عرض مختلف البرامج التي تقدمها الدولة في مجال دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى رأسها صندوق دعم التماسك الاجتماعي خاصة في الشق المتعلق بدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة. أنا مستفيدة من هذه الجمعية، الحمد لله يا ربي. هذه الجمعية هذه من الناحية المادية كاينة، المعنوية كاينة، الحمد لله وشكرناه، يعني خفت علينا بزاف ديال الحوايج. بنتي تحسنات لواحد الدرجة الكبيرة، يعني كانت النفسية ديالها محطمة، دزت بزاف ديال الجمعيات ولكن بحال هذه ما لقيتهاش، الحمد لله يا ربي. الشكر للمؤثرين، الأطباء، المروضين، كل شيء الحمد لله. وما ننساش الأخت الكريمة المديرة، الله يعمر لها الدار والله يرحم لها الوالدين تاهية والله يسهل عليها والله يزيدهم لقدام. لقيت الراحة النفسية لا بالنسبة ليا ولا بنت بنتي. خفوا علينا بالأنشطة الرياضية، الحفلات، الاهتمام، الأسئلة، يعني كنحس كندخل ديك الجمعية بحال دخلت العائلة ديالي مع خواتاتي، ماشي دخلت للجمعية، لا كنحس بحال دخلت لداري. حمد الله وشكرته، اللهم لك الحمد، شكرا بزاف.